في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإمارات أبو ظبي ينعقد المؤتمر الإعلامي الخاص بالاعتداء الحربي للطيران القطري على طيران المدني الإماراتي. مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل دعونا مع هذا التقرير. طبعا بتاريخ 15 يناير صارت حادثة غير مسبوقة وخطيرة من وجهة نظرنا نحن. اعترضت من خلالها مقاتلات قطرية مسارات بعض الرحلات الإماراتية المجدولة والمتفق والمعتمدة وتمشي على مسارات معتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، متجهة من مطارات الدولة إلى مطار البحرين الدولي. في يعني خطوة نحن نشوفها فيها تصعيد خطير وتعرض حياة الركاب والمسافرين للخطر. طبعا الطائرات هذه كانت معرفة والمعلومات متوفرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، وفي اتفاقيات بين مملكة البحرين ودولة قطر لإدارة الحركة الجوية في المنطقة هذه. وطبعا كان فيه عدم التزام بهذه الاتفاقية، وكذلك كان فيه عدم التزام بالقوانين الدولية فيما يخص العمليات هذه. فالاعتراض هذا نحن نشوفه عملية خطيرة، وطبعا خذنا قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعض الإجراءات، نبهنا على شركاتنا الوطنية وكذلك حتى الشركات الغير وطنية، لأن هذا شيء يعني يسبب مخاطر لجميع المسافرين بغض النظر عن جنسياتهم. وكذلك قدمنا شكوى للمنظمة الدولية للطيران المدني للبحث والتحقيق في هذه الحوادث الغير مسبوقة. وطبعا في عندنا بعض الإجراءات اللي هي إجراءات الطوارئ اللي نحن جالسين ندرسها، وكل الخيارات طبعا مطروحة، وإن شاء الله بناخذ كل الإجراءات اللي تضمن حماية الطائرات المدنية وحركة الركاب في المنطقة.